ينطلق اليوم الاجتماع الخامس وقبل الأخير لمجلس التنسيق المصري السعودي في الرياض، ومن المقرر أن يجري التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ 1.5 مليار دولار بإقامة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء جامعة بمدينة الطور وتجمعات زراعية وسكانية. أما الاتفاقية الثانية فلتمويل وتوريد احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بشروط سداد ميسرة. والثالثة مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.